الثوار يسيطرون من جديد على مدينة أجدابية في الشرق الليبي بعد معارك طاحنة مع كتائب القذافي التي انحدرت غربا إثر الغارة الجوية التي نفذها حلف الشمال الأطلسي على دباباتهم عند المدخل الغربي للمدينة مباشرة بعد أن طردهم الثوار من داخلها. عدة انفجارات قوية دوت في أجدابية التي باتت خوية على عروشها بسبب نزوح آلاف السكان إلى مناطق أكثر أمنا. الثوار مصممون على مواصلة التقدم لإحكام سيطرتهم على المناطق المحاذية لأجدابية. حلف شمال الأطلسي أكد تدمير 25 دبابة للكتائب، 11 منها في أجدابية واثنتان جنوبي البريغة والبقية عند مصراتة غرب البلاد، والتي يبقى الوضع فيها صعبا حيث لا تزال تئن تحت وطأة حصار القوة النظامية.